صالح وطالح ما حد بيصالح، هذا يقاوم وهذا يناطح. صالح وطالح ما حد بيصالح، هذا يقاوم وهذا يناطح. صالح وطالح ما حد بيصالح، هذا يداحر وهذا يناطح. صالح وطالح ما حد بيصالح، هذا يداحر وهذا يناطح. حط فلاش ادخل زوم، وش وش واش يلا قوم. حط فلاش ادخل زوم، وش وش واش يلا قوم. خل التحدي لمن تقدم، الله دفعة مردي والهوى شرجي. خل التحدي لمن تقدم، دفعة مردي والهوى شرجي. صالح وطالح ما حد بيصالح، هذا يقاوم وهذا يناطح. قلنا صالح وطالح ما حد بيصالح، هذا يقاوم وهذا يناطح. والله حالها الروس نامت والعصا اشوفوها قامت. والله حالها الروس نامت والعصا اشوفوها قامت. ويلا 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 ويلا. يا نار الغم شفت انا بدنياي، وشلون الدم يصبح الدم يصبح ما. يا نار الغم شفت انا بدنياي، وشلون الدم يصبح الدم يصبح ما. ايام ودروس يا فلوس يا نفوس، كلنا على ما تخلى من طيب وشرير، واحنا وهم واحد مع خالص التقدير. والدنيا ما تخلى من طيب وشرير، واحنا وهم واحد مع خالص التقدير. مع خالص أنا اسم كولزار تبسم. شنو؟ كولزار تبسم. هذا اسم؟ هي اسم. كم عمر مال انت؟ عمر مال انا maybe ready word maybe. Maybe. Yeah. You don't know. ايه؟ ها؟ شكريا. خلاص خليكوا واقفين هلا بالطابور وبننادي عليكوا واحد واحد بالدور. اوكي. شكريا شكريا مدام. شكريا شكريا. صديق بيتصب. بصدق هذا ليش نبرر تواقف واجد هذا صف سمسم كباس ليش في شنو؟ مال انت واقف الطابور ليه؟ انا مال انت اسمك ليه؟ انا ما يعرف والله. اقول لك انا بنت صاحب الشركه ايه مريضه بالكلى ايه؟ وصاحب الشركه خصص فلوس كتير للي يتفرع بكليه. فهمت؟ وانا قاعد مع ابو ناصر بالمكتب تلفونات تيي وناس تيي وخرايط تطلع لهم وهذا، وانا عيوني من تحت لتحت التلاقط ها، واذاناتي مشتحه تقول ارنب اسمع عشان اسمع ابي استفيد. زين عيل زين استفاد منه تعلم منه عيل. لا بتعلم ان شاء الله بعدين. السلام عليكم. لا تقول ايش هالكلام.
لابس هالشكل؟ لحظة لحظة الله يطول بعمرك استريح، أنا أقول لك هذه عدة شغل، استريح استريح. عدة الشغل شنو تشتغل ساعر أنت؟ لحظة يا ها؟ يبقى أنا رحت حق مكتب عمي. شنو؟ أو صارت فيك المواصيل يا زويل تروح حق عمك بهالملابس هذه؟ إذا أنا فتحت لي محل هواتف وسوالي سالفة، شلون أنت تروح له بهالملابس هذه؟ يبا أنا رحت هناك علشان أشوف الإعلان اللي منزلينه بالجريدة هذا. ليش؟ وأنت إيش لك بهالإعلان هذا؟ إيش تبي فيه؟ يبا أنا مو صحفي، لازم أدور على الخبر اللي يهم الناس. الخبر هذا يهم الناس إلا بيأذي الناس. يا يبا عطني فرصة أقول لك السالفة كلها. الله يهداك يا ابو عبد الله، عطى فرصة. كمل يمه، كمل كمل. انا رحت هناك والحمد لله لا عمي ولا عبيد شافوني. حلو حلو حلو، كمل كمل. زين زين، وبعدين وبعدين؟ انا رحت هناك كان اشوف طابور، كان اسأل واحد تعال انت ليش واقف هني، كان يقول للجماعة يقصد عمي يبون واحد يتبرع بكليته. شنو الكلية هذه؟ حق عمك؟ لا مو حق عمي، لو اقول لكم راح تفاجئون. اي حق منو؟ حق ليلى بنت عمي. ليلى؟ إيه نعم، ليلى بنت عمي. وأنا قررت إني يتبرع بكلية ماله أنا مشان هو. شنو؟ ها سلامتك عمي، سلامتك سلامتك يبا. هاي سلامتي، الله لا يسلمك. يا ريت اللي حاشني حوشك. ليش يعني؟ ليش؟ شنو ليش؟ تخلت فيني شيء؟ سليم، كل من يعورني. ظهري يعورني، بطني يعورني، راسي يعورني، الضغط ارتفع عندي، والسكر هبط، وعندي ورجلي شف، وبلاعين ورمت، ما بقى فيني شيء صاحي. مجمع مرض صرت الله يرحمه. وتقول لي بعد ايش فيني؟ عمي وكلهم كم نفر ليوك، لو شايف ساتون اللي عندي بالمكتب كان اكيد بطيح غشيان. ومن قال لك انا ما طحت غشيان؟ انا طحت ثلاث مرات غشيان وارش على روحي، واطيح غشيان وارش على روحي، واطيح غشيان. شفني طاح دومي، حالتي حاله. ما فيك شيء، ما شاء الله زينك وزينك البخت. انا الظاهر بطيح غشيان مره رابعه بعد قبل لا اطيح. عبد الله اتصل في 3-7 خلي يودوني المستشفى. عمي لا تفاول على عمرك، زين ايش فيك؟ ما شاء الله عليك كأنك حصان حصان. لا اله الا الله، حصان. اي ينظلني ينظلني ينظلني. وخر بس وخر. وين رايح يا عمي؟ يا ظهري يا ظهري تعبان من الصبح، وانا هذه حالتي من امس، وانا هذه حالتي. ارتاح بس. ما يسجلني، ما حد يساعدني، ما حد يعاونني. انا عبيد ترت الدنيا، ترت الدنيا فيني. واقفه زين، ترت الدنيا فيني عبيد. انا طالع عيوني عمي 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 سوي له تلف صناعي. يا هاله هاله تعالي. خير شو بقى استاذ بامين؟ روحي اجيب كلاس ماي من الحنفيه ولا من الفلتر؟ ان شاء الله. برا 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 عمي. لحظه عمي التليفون. ها الو. هلا هلا بعد عمري، هلا هلا حياتي. وين انت؟ بالمستشفى؟ شو مودي المستشفى؟ يا يبا ماكو غيرك يروح المستشفى؟ خلاص بروح البيت انا، روح هناك بكلمك بسالفه بموضوع. روحي يلا. كاهو زينش ما في شيء كنا البخت. اي لا منسدح شوي. يلا مع السلامه عمي. هلا هلا وين رسلا؟ طلع بس طلع. روحي عمي 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 عمي. وين انا فيه؟ وين فيه؟ بالشركة. لا 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 زويت ولدك شنو قاعد؟ انا اللي بتبرع بكليته حق بنت عمه عويمر. ايش نسوي له؟ ايش نسوي له؟ شنو شو نسوي له؟ لازم نمنعه باي طريقه. يلا شوف لك طريقه انك تقنعه انه ما يعطيك الوته حق بنت عمه. بعدين يا ابو عبد الله مهما كان هذه من دمه ولحمه. اشوفك انت مشجعته، يعني واقفه معاه. ما مشجعته ولا شيء، بس مثل ما يقولون اللي ما في خير بهله ما له خير بنفسه. يا سلام، قمت تقطين حكم. انت تدري ايش بيصير بولدك زيد اذا تبرع بكليته؟ يمكن يموت. ويسم الله عليه، ان شاء الله عدوينه. مو عمه عدوه وعدوك وعدوي.
قومي قومي خلينا نشوف لنا طريقة نمنع فيها. قومي طالع هذه قاعدة مبربكة. قومي 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 ها لما الحين انت قاعدة زين كاني قايمة زين. قومي خلصيني بسرعة قومي كاني قايمة وينار وشرار. وبعدين ما عادش انتي كل يوم بيت مستشفى مستشفى بيت كاش تبيني انا؟ يعني تمنعني اروح المستشفى عند اختي؟ انا ما منعتش انك تروحين حق اختك، بس ما يصير 24 ساعة مجاب لاختك وانا ما لي حق عليك؟ اختك عندها ابوك، عندها امك، كلش كلش الخادمة، لكن انا من عندي؟ انا متزوج ولا عزوبي؟ كل مرة قاعد اروح لها، ما تكلمت، ايش معنى هالمرة بالذات؟ لأن مليت، طقت شبدي، ما يشفيك باردة علي باردة؟ انا مزوج قلب ثلج من السائر هذا اللي على الخط السريع احسن منك تطوف تحسفيني وانت لا ما انت عبد الله اللي انا اعرفه يا يبا انت زوجتي لك حقوق وعليك واجبات وانت بقصره بواجبات اتجاهي ومن متى قمت تعرف الحكي هذا شوفي انت زوجتي ومن اليوم ورايح ما اسمح لك تقصرين معاي بهالطول توك تقول هالحكي وينك اول ما عرفتك كنت مثل ظلي تمرت يا عبد الله يعني اللي طالب حقه سمونه متمرد وبعدين متى بتم انا متنازل عن حقي سمعي يا مدام كلمتي انا اللي تمشي وانت بتسمعينها غصبا عليك عن اذنك انت من صدق تتكلم بالطريقه هذه يا عصام انا قاعد احاكيك من منطلق انساني يا عمي اي انساني مو انساني اصلا انا باكر منزل مقال عن عمك لا قراه بحرق نفسه حراق وانت الحين يعني تقول لي بتفرع لي بكليتك اصلا هذا اذا شافك ما راح يعطيك فرصه تتكلم ومو بعيد مو بعيد يسوي فيك شيء بعد شو يسوي فيني يعني اجرب ماله بحثك اكبر ما عنده افعل لك يا زيد خليك انسان عقلاني وخل تفكيرك جد ترى اللي قاعد تسويه غلط بغلط يا سلام والله الحين اللي يسوي عمل انساني يكون تفكيره غلط يا عصام انا قاعد اقول لك قاعد اسوي عمل انساني نبيل وبدون مقابل وعمي لو عطاني ثروته كلها وانا مو راضي ما راح اوافق شنو ذنب هالبنت تعيش متعذبه وابوها انسان مو محبوب يا اخي انا بيدي اساعدها شو اللي يمنع الو باب طيف شنو هذا شو اللي سويته ها وصلت لهالدرجه عاد عفوا من معي اول معك ابو امين عامر الخاكي يا هلا ابو امين يا هلا ومرحبا مساك الله بالخير قبل لا ارد عليك السلام لازم ترد لي اعتباري يا حاضر ان شاء الله امر تدلل انت شلون تنشر هالكلام جريدتكم من كتب هالكلام ومن يكون ايه تقصد الموضوع اللي نزله الاستاذ عصام هذا لا ساد ولا شيء هذا انسان متخلف جاهل ما يعرف شيء المفروض يا ابو عبد اللطيف توقف عند حده وتمنعه تمنعنا ينشر هالكلام لان هذا يسيلي اي بس هو حاوركم وانتو شتمتوه ورغم ذلك ما رفع عليكم قضية وهو محتفظ بشريط تسجيل يرفع علينا قضية؟ بعد زين اذا ما وديتها ورا الشمس ما اكون انا ابو امين بس خلط خلص الانتخابات والله يا ابو امين انت حر واذا تقدر تسوي اي شيء سوى طبعا اقدر عشان ما اقدر اذا ما خليته يحب يديني ويعتذر لي ما اكون انا ابو امين يصير خير ان شاء الله لاحظ يا ابو امين انك قاعد تغلط على واحد من الموظفين اللي عندي وهذا الشيء ما ارضاه منك خير ان شاء الله خير خير مع السلامه هذا للحين ما فاز وقاعد يتوعد هلا ابو خالد ابو عبد الله هني لا مو هني بالديوانيه ولا ولدش زيد ولا زيد ايش فيش تسالين عنهم واحد واحد خير لا يا اختي بغيتك بموضوع شويه اي تفضلي حياك الله تعال يا مرامي مرامي السلام عليكم وعليكم السلام ترى احنا مو لعبه بايدينك زين زين احنا بناخد حقوقنا بالقوه زين ولا مو زين ان شاء الله ان شاء الله زين ايه يلا تعال حاجه
حجيج ها ايش تبي هذه بعد اي حقوق يا اختي انا ما ادري انا من ساعه جتني البيت وطقت على جرس الباب فتحته بغت تطقني انا وريلي ابو خالد بغت تطقك انت وريلك ابو خالد ليش حقه علشان فلوس البنات اللي جبتهم ليك يبون اجرهم اي بنات الله يهداك انت جايبت لك كل واحده عمرها 1000 ويلي بنات اللي جبتهم تبي تاكل حقوقهم حقوقهم تبينهم كل يوم يقولون يدقون علي الباب يا اخي حقا فقروا ان انا بلعت فلوسهم اي حقوق تتكلمين عليه انت الله البنات اي بنات بلا لا تسوين شان نفسك غشيمه زين ولا مو زين ام خالد تصرفي الله يهداك يا اختي انا مالي شغل انا من ساعه بغيت انطق والحين بعد تبيني انطق ببيتك تصرفي وياها صبري بس خليك فاهم الله يهداك انت يا ريت تهاوشين اي حقوق تفاهم اي ما شو ما في تفاهم اي بنات اللي انت تبينهم هذول وخري علي وخري علي أبكسب شايتين الخبرة والفلوس ها ايش رايكم بهالكلام هذا يا ابو عبد الله كلامك كله عدل في عدل نعم وكلك عدل مدل يا ابو عبد الله لا مو عدل ليش مو بعدل ليش انا اقول لك ليش لانك انت اصلا امعه وانا قايل لك من زمان بعد هالحكي انك امعه بعدين يا ابو عبد الله المفروض هذه اسرار مهنه انت رحت تعلمتها وضيعت من وقتك وحطيت بيزات مو طعام والحين ياي تفشي اسرارك قدام اي واحد شنو يعني امعه وتفشي اسرارك وما تخرك عاد يا ابو عبد الله هذا بيبين نفسه انه مثقف وفاهم ابو عبد الله ها ابو عبد الله الحق ها الحق ابو عبد الله الحق عليه الحق زوجتك الحين وينها فيه زوجتي ايه زوجتي اكيد بالبيت الحق الحق عليها قبل لا تروح منك بشربة ماي زوجتي بتروح بشربة ماي شنو هذا يا عبد الله شنو هذا المقر يصر ماكو احد فيه والمقر اليمنى متروس عالم مالك محط ريل فسر لي بالله شو اللي قاعد يصير هذا عمي انت طال عمرك قلت حكمة بس انا للأسف ما صدقت كلامك انت قلت هذا اليمنى ساحر اكيد ساحرهم لا هذا مو ساحرهم هذا من المقال كتب اخوك زيود في الجريدة خلاهم يروحون مقره ويخلون مقرنا لكن يصير خير مش حاجة خير اللي يصير شر انا لازم اتصرف وبسرعة هي واحدة من الزنتين يا اني احرق مقره يا اني احرق بيت ابوك والليله واللي فيه احرق بيت ابوي حتى لو حركت مقره هذه جريمه يعاقب عليها القانون بعدين هذا يسمونه تصرف اهوج يعني انا اهوج لا لا حشاك عمي مو اهوج انت بس يعني قصدي اي واحد ممكن يقوم بهذا التصرف قد ينعت باهوج والله ما حد وصلني هالمواصيل الا اخوك زيود 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 خل علي انا حسابه عسير عندي انا تدي زيود هاش بسوي فيه لا اصفيه تصفيه الماكينه وبعدين عمي ما عليك من هالتعبان هذا الله يهديك انت حاط حالك حاله احنا ايش قلنا احنا قلنا المحك يوم فرز الاصوات يوم الانتخابات عند الامتحان يكرم المرء او يهان الظاهر اني انا بنهان اهانه شديده وكبيره يا عبيد عفا عليك يا عمي تنهان وانا موجود شلحتي هذا يا عمي المثل شو يقول يا عمي المثل يقول بدراهمي لا بالكلام المنعمي انت على بالك هذا زين هذا ميود الناس ويتفخ رؤوسهم بحكي فاضي هوا الناس ما يبون كذي الناس يبون اللي يفيدهم طال عمرك قروشك فلوسك وانت ما شاء الله الله منعم عليك ومعطيك خير 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 حد من الخير هذا بترشهم وبيونك ركض العالم تدور الدينار الدينار متقلقص والدينار عندك عدل
يا منك انت كلكتي. شاهد يا شاهد، ها شاهد ايش في؟ ايش حصل؟ ما شاء الله. الحق علي يا ابو عبد الله، الحق علي. ايش صاير؟ الحق، بقيت اموت بيدين مرامي هذه، على ان شاء الله ترمي من قريب ومن بعيد. مرامي؟ ايه مرامي. هذه المسك بس على قصاصه؟ هذا القصاص، لو تشوف سوت فيني يا ابو عبد الله، وتشوف سوت فيني. كله من ام خالد، الله لا يبارك بام خالد، هي اللي جابتني عندي. وام خالد معاها وما فزعت لك؟ فزعت لي الا لو تشوف ام خالد، هذه مرامي نايمه علي وصامطتني، واقولها لحقي علي ام خالد. الله يخليك يا ام خالد، واللي ذبحني يا ابو عبد الله انه قاعد ينطق، وهذه تضحك تضحك لا تضحك لا يا ابو عبد الله تضحك لا. لا لا لا، اكيد مؤامره هذه. وبعد سوت فيك؟ سوت في سوت فيني. اقول لك شوف، نفست البيت كسرتني، الله لا يبارك في. اي وي شوي 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 شوي، على كيف تلطفين. الله لا يبارك فيا. حصل خير، حصل خير ان شاء الله. اشوف فيك يوم يا ام خالد، انت وهذه مرامي اللي جنت امامي. اصيتهم اصيتهم انا ان شاء الله. شو اقول لك يا ابو عبد الله؟ وي 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 وي، لو تشوف ايش سوت فيني. اقول اهديني يا بنت الحلال، فتش عني، اعطيك اللي تبينه، ما عندي فلوس تقولي لا، حق البنات. فهمتي؟ سمعتي؟ على ان شاء الله ما سمعت. ما هدتني يا ابو عبد الله الا من اعطيتها خواتمي والمضاعد اللي عندي. يلا فتشت عني. الذهب؟ ايه الذهب. لا هذا سطو مسلح، بوق عينك عينك. زين ليش خليتيها تروح؟ شنو؟ شو خليتها تروح؟ اقولك بقت تموتني نايمه علي نوم، وكسرت ظهري، ذبحتني، الله لا يبارك، ذبحتني. تقول لي شو خليتيها تروح؟ طعش يقول ايه اللي يدري يدري، والما يدري ما يدري. اولا عليك، جا خليتيها لي لما اي. وش بتسوي انت؟ ايش بتسوي؟ الله يهداك. يا شو اسوي لها؟ اللي اودها وامصعر رقبتها وقطها بالقاع خليها تفرفر. لا 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 لا، واللي سلمك يا عبد الله لا تجيب طار اللي رقبك صرت رقبتي، الله لا يعافيها ان شاء الله ولا يبارك فيها. ما بقت تهدني. هي طلعت من الباب يا ابو عبد الله، ما شفت نفسي الا تكوت بالارض. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا هذه عدوا على ريا وسكينه. اي والله ريا وسكينه، ما حد شاف ريا وسكينه، بس انا شفتهم قدامي، شفتهم قدامي يا ابو عبد الله، ريا وسكينه. وانت صاج هين انا لهم. انت مو تقوليني يخافون من الشؤون؟ ايه يخافون من الشؤون. ابو عبد الله تبي تريحني؟ شوف لك حل معاهم مع الشؤون، واللي سلمك. حلو، انا اروح واقول حق الشؤون يقطعون عنهم الشهريه، ها، ويضيفونها للاجيال القادمه. انت نعم اشتري، ايش عندك؟ مساء الخير. مساء النور. قلت عمي، بس بغيت اسلم على ليلى بنت عمي. اول شيء بعد عمري بنت عمك معطينها ابره ونايمه، وثاني شيء ابعد، انت من سمح لك تدش علينا واحنا حريم بروحنا قاعدين؟ لا طقيت الباب وقلت يعني اني اسلم عليكم. مشكور ما تقصر، سلمت. يلا تفضل. لا ممكن بس اشوفها؟ لا يا بعد عمري مو ممكن تشوفها، تفضل يلا. واحنا مو ناقصين برا اخوك الحين انت. يلا ضف ضف عليك وعلى اخوك. يرد على التليفون. الو نعم. هلا هلا يبا هلا. ايه ايش تقولين؟ زيود جايكم المستشفى؟ شايبه الله ليبه. ايه زين سويتي؟ كم اتصلتي بالشرطه علشان اسوي قضيه؟ ايه وبعدين؟ ما كنت انا هناك، كان دست ببطنه انا بيه من زمان.
ايه وبعدين؟ لا 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 ما اخليه، اخليه هل سواه اخليه. سمعي اذا اتصل فيكم مرة ثانية ولا ياكم اتصل فيني على طول، سمعت هي؟ يلا يبا يلا بعد. يا عباد عباد وثول، تعال 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 شوف اخوك زيود سوى خير. تعال اخوي. ايه اخوك شو مسوي؟ شو مسوي؟ رايح المستشفى. اي مستشفى؟ المستشفى اللي في بنتي ليلى راقده. ايه وداش عليها الغرفه بعد. داش عليها الغرفه؟ ايه. وش عرف انها هي بالمستشفى واي مستشفى ورقم الغرفه؟ انا حين مناديك ويايبك علشان تجاوبني على السؤال. انا جاوبك على السؤال؟ اي نعم. وانا ايش دراني عنه؟ أنا ما لي علاقة فيه ولا أدري عنه، وأنا ما واطمة بعيشة الله مثلك وأكثر منك بعد. عيال شو وده هناك؟ وأنا إيش داراني؟ وأنت شنو شغلك معاي؟ مو أنت المسؤول عن كل شيء يتعلق فيني؟ إيه هذا بالانتخابات مو بالتجسس. تجسس؟ أنا قلت تجسس؟ إيه هذا معنى كلامك، معنى كلامك تبين أصير لك جاسوس، أنقل لك الأخبار أول بأول. طبعًا. إيه بس مو بكل شيء. لا بكل شيء، وخاصة أخوك، أبيك تتبع لي أخبار أول بأول. متحط راسك وتنام وتشخر. شلون يعني؟ ما تبيني انام؟ تبيني اصير لك قمر تجسس؟ تبيني 24 ساعه مبقق عيوني؟ شنو انا انسان؟ اتعب ادوخ يحوشني ارهاق يحوشني تعب، ماني انسان الي. انسان الي. اسمع انا بسويك انسان الي. تسويني انسان الي؟ اي نعم. والله واثق من نفسك عمي. أصلاً شلون تقدر تسويني إنسان آلي إذا أنا أصلاً عندك إنسان آلي؟ خلاص مادام صرت أنت الحين إنسان آلي، عيل اسمع الكلام ونفذ الأوامر. أنت ما تستهى على وجهك، ما تنتخي، رايح حق عمك بس عمك شو يقول عنك؟ يقول إن هذا زيد جاي على شان الفساد. يا يبا أنت فاهمني غلط وعمي فاهمني غلط. يا سلام، يعني تحطني أنا مع عمك بمنزلة واحدة؟ يبا أنا ما أقصد كذي. أنا إيش تقصد؟ يقصد إنك أنت فاهمة غلط وعمه بعد فاهمة غلط. وفسر الماء بعد الجهد بالماء. ويبو عبد الله. أنت سكتي سكتي ولا عافيت سكتي؟ وأنت اسمعني. رفجي علي يا زويد مرة ثانية ان رحت حق عمك، تدري شو سوي فيك؟ ها؟ لا انت ولدي ولا انا ابوك. ايام ودروس يا فلوس يا نفوس كلنا على